السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. يتجدد صباحنا مع إنجازات ونجاحات أشرقت مع إشراقة شمس اليوم على بلادنا الجديدة الحبيبة قطر، وصباح التفاؤل يا حصة. صباح الخير وأمل وسعادة وإيجابية يا نور. على كل حال، من يتابعنا من خارج قطر وداخل البلاد، حلقتنا لليوم حدثية منوعة ومختلفة، خلونا نتعرف على أبرزها. افتتاح خدمات الطوارئ وإصابات الحوادث الجديد بمؤسسة حمد الطبية. دخول ميناء حمد موسوعة جينيس للأرقام القياسية. حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي مركز الشفلاح. ومن عناوين حلقتنا مشاهدينا ومستمعينا، نصبح على مراسلينا المنتشرين في أماكنهم لتغطية فعاليات اليوم. عندنا أخوي علي النعمة من مركز الطوارئ والحوادث، سلطان النعيمي من وزارة المواصلات والاتصالات، حنان بلان من مركز الشفلاح للأشخاص ذوي الإعاقة. والآن ننتقل إلى علوم الجو مشاهدينا ومستمعينا، بنتعرف على حالة الطقس مع المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية جوهرة المالكي. صبحك الله بالخير أختي جوهرة. صباح النور أختي جوهرة. إذا بنتكلم عن الجو خلال اليوم، لكن خلنا نجزها إلى ثلاثة أجزاء، الفترة الصباحية اللي هي من 6 الصبح لين الساعة 12 المساء، كيف بتكون حرارة الجو وكيف بتكون الأجواء بشكل عام على اليابسة وفي الماء؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في معدلات نسب الرطوبة لليومين القادمين نتيجة لهبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة من معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا خلال فترة الظهيرة، ومنها يكون الطقس حار نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار أحيانا وبعض السحب، وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، تصل إلى 24 عقدة على بعض المناطق فترة الظهيرة. أما عن ارتفاع الموج على الساحل من 2 إلى 4 قدم، يصل 5 قدم على بعض المناطق، وارتفاع الموج في عرض البحر من 3 إلى 6 قدم، يرتفع إلى 8 قدم أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة لمدينة الدوحة اليوم 41 درجة مئوية، وسجلت أدناها صباحا 32 درجة مئوية. وتستمر التحذيرات بالرياح القوية والأمواج العالية لليوم وغدا الثلاثة، لذا يرجى تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة ومتابعة آخر المستجدات عبر حساباتنا الرسمية. نعم إنزين، هذه أنت شملتي اليوم كله حتى الغد، لكن إذا جينا نتكلم أكيد درجة حرارة تختلف عن الصباح، أو يكون طبعا المساء في النهار من الساعة 12 إلى الساعة 6 أيضا تختلف وتتدرج تنزل درجة الحرارة من 6 المغرب لين ثاني يوم. إذا بنتكلم عن درجة الحرارة خلال الفترات الصباحية والمسائية في النهار والمسائية في الليل، وأيضا حالة الطقس بشكل مفصل. درجات الحرارة الصبح دائما في فترة بداية الصبح دائما تكون منخفضة. نعم. لكن فترة الظهر تبدأ تزيد، خاصة هالأيام مع هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة. وفترة المساء تبدأ تنخفض تدريجيا. شيء جميل. هل هناك توقعات لهطول الأمطار أو على بعض مناطق الدوحة؟ لا، هالفترة ما في فرص أمطر. نعم أختي جوهر المالكي متنبئ جوي بإدارة الأرصاد الجوية، يعطيك ألف عافية على علوم الجو. مشاهدينا ومستمعينا طبعا سمعنا مع بعض حالة الطقس اليوم وغدا بنسبات أو خلنا نقول بتعليقات بسيطة، وإن شاء الله للغد يكون عندنا اتصال هاتفي الثاني مع إدارة الأرصاد الجوية. مشكورة أختي نور. ومن علوم الجو خلونا نروح معاكم إلى عالم الصحافة وأبرز ما ورد في جرايدنا لليوم مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ من صحيفة الشرق.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الأنغولي يبحث عن العلاقات خلال جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميرية، تعزيز العلاقات في الطاقة والاستثمار والنقل الجوي والبحرية. وفي عنوان آخر حول نفس الموضوع، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الأنغولي يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرة تفاهم. وفي الشرق أيضاً، التعليم تعقد سلسلة من الورش التعريفية بالجائزة رفع سقف معايير جائزة التميز العلمية. بالانتقال إلى صحيفة الوطن، شراكة بين مجلس الشورى ومجلس النواب البرازيلي من خلال مذكرة تفاهم تشمل التنسيق في المؤتمرات وتوحيد المواقف. وفي الخبر الثاني، 6 عمليات زراعة كلى وعملية زرع كبد أجراها فريق طبي خلال 5 أيام في حمد الطبية. وفي الوطن أيضاً، 26 فريقاً يسجلون في بطولة القلايل للصيد التقليدي 2020. ونتابع جولة الصحف من صحيفة لوسيل. حاضنة قطار للأعمال تفتح باب التسجيل للفوج 13 من برنامجها الجديد. وفي خبر آخر، وزارة التجارة والصناعة تضع حداً أعلى لأسعار الأسماك والمأكولات البحرية اعتباراً من الغد. وفي صفحة بورصة محلية، المؤشر يفتتح تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء بمكاسب بلغت أكثر من 2 مليار ريال. إلى صحيفة الراية، عودة المعلمين المتقاعدين للعمل بالمدارس وفق القائم بمهام مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم. وفي الخبر الثاني، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، الدكتورة حمد الصليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تقول قطر قطع شوطاً كبيراً في توفير التعليم للجميع. وفي الراية الاقتصادية، هيئة المناطق تبحث تعزيز الاستثمارات مع الصين خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة. ونختم جولتنا من صحيفة العرب. استجابة إنسانية عاجلة من الهلال الأحمر القطري لفيضانات نيبال بدعم من صندوق قطر للتنمية. وفي خبر آخر، الخطوط الجوية القطرية ترحب بأكثر من 60 مواطناً في برنامج الدرب للتقطير. وفي العرب أيضاً، مكتبة قطر الوطنية تصقل مهارات الكتاب الواعدين عبر ورش الكتابة الإبداعية باللغة العربية. شكراً أختي فوزية عمر على علوم جرائدنا صدر الصباح اليوم. ومن علوم جرائدنا مشاهدينا ومستمعينا ننتقل إلى محطتنا الأولى الخارجية إلى الزميل علي النعمة، حيث يتم افتتاح مبنى خدمات الطوارئ وإصابات الحوادث الجديد التابع لمؤسسة حمد الطبية. الزميل علي النعمة من هناك يوفينا بالتفاصيل، وصبحك الله بالخير يا علي. يلا مرحبا فيكم خواتي في الاستديو، أصبح عليكم بالخير وأصبح المشاهدين ومستمعين قناة الريان. مشاهدين الكرام، مستمرين معاكم في تغطية جميع الفعاليات الصباحية في برنامجكم الصباحي صباح رباح، وإحنا اليوم متواجدين معاكم في مؤسسة حمل الطبية وبالتحديد في مركز الطوارئ والحوادث الجديد. أكيد راح نعرف اليوم عن الفعالية افتتاح هذا المركز الجديد. راح يشرفنا في الحديث أن يكون معنا الدكتور عبد اللطيف الخار نائب رئيس الأطباء ورئيس التعليم الطبي. دكتور، في البداية راح أفيك على شاشة قناة الريان، لا تعطينا نبذة عن افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد. مركز الطوارئ والحوادث الجديد يعتبر صرح مهم جدا وإضافة مهمة لمؤسسة حمد الطبية، وهو يأتي مواكبة للحاجة المتزايدة في دولة قطر لخدمات الطوارئ والحوادث. وهذا المبنى تم تخطيطه وبناءه على أسس
تقنية متقدمة جدا، وهو فريد من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولا أعتقد أنه يوجد له مثيل. دكتور، احنا تكلمنا عن الحجم، لو نتكلم شوي على الطاقة الاستيعابية، ايش الحجم، ايش ممكن نستيعب من مرضى من مراجعين؟ المركز راح يضيف إضافة كبيرة جدا في المساحات المتوافرة في خدمة الطوارئ والحوادث، حيث أن مساحته تقارب 4 أضعاف مساحة الطوارئ القديم، وجميع الغرف تقريبا في المركز هي غرف خاصة للمرضى، وكما يوجد في المركز وحدة أشعة متقدمة بما فيها أشعة مغناطيسية وأشعة طبقية محورية بالإضافة إلى الأشعة السينية، كما أن المركز فيه مجموعة من غرف الحوادث مجهزة لاستقبال عدد كبير من مرضى الحوادث والمصابين في حوادث الطرق أو حوادث أخرى. طيب دكتور، أكيد أنتم كان عندكم هدف يخفف العبء على مركز الطوارئ القديم أو مراكز الطوارئ الأخرى، أكيد لكم هدف حابين توصلون له أيضا لمشاهدين قناة رن، إيش الهدف من افتتاح هذا المركز الكبير المجهز بالتقنيات عالية؟ هو الهدف الرئيسي هو تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات، حيث أننا نتوقع أن بالإضافة إلى توفير جو مريح لمثل هذا النوع من الإصابات سوف تكون جودة الخدمات أفضل بكثير إن شاء الله مما كانت عليه في السابق. دكتور، تكلمنا معاك من قبل قليل بشكل سريع عن الأجهزة الجديدة المقطعية، إن كانت للتصوير أو غرف الجراحة، إيش ممكن تخدم هذه الغرف والمعدات الجديدة المرضى القادمين لمركز الطوارئ والحوادث؟ سوف تخدم هذه الأجهزة المرضى المترددين على المركز فقط للإصابات وللحالات الطارئة، وقد أيضا يخدم المرضى الذين هم يعني في مستشفى حمد العام الذين لا يمكن استخدام الأجهزة المتوافرة هناك بسبب الضغط الكبير عليها، ففي هذه الحالة ممكن أن يعني للمرضى أن يتم إجراء الفحوصات لهم في المركز الجديد، لكن هذه الأجهزة خصصت غالبا لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ. غرف العزل، غرف الأكسجين الجديدة يمكن فريدة من نوعها إن كانت في منطقة الخليج أو في معظم البلدان الشرق الأوسط، مثل هذه الأجهزة المتطورة اللي دائما سباقة فيها مؤسسة حمل الطبية أكيد راح تخدم المرضى وأيضا راح تساعد الأطباء في تقديم نقول أفضل طريقة للوقاية للأشخاص القادمين لمؤسسة حمل الطبية. نعم، كما ذكرت في كلمتك أن هناك طبعا في عدد كبير من الغرف غرف العزل، وهذا راح يساعد في توفير سرعة في إنجاز علاج المرضى، كما أن الأجهزة المتوافرة من خلال المبنى في الأجهزة التشخيصية راح تسرع في توفير الخدمات للمرضى، في حيث أنه ما يكون هناك تنافس بين المرضى الذين يقدمون يأتون للطوارئ والمرضى الداخليين على نفس معدات التشخيصية، فهذا يعني نتأمل إن شاء الله أنه راح يسرع في إنجاز الفحوصات والخدمات الطبية في فترة وجيزة أكثر مما كانت عليه في السابق. دكتور عبد اللطيف الخال، نائب رئيس الأطباء ورئيس التعليم الطبي، نقول لك بيض الله وجهكم على النجاح المبهر هاي إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هذا المركز يعني إلى الأمام دائما، وافتتاح مراكز أخرى تخدم القطريين والمقيمين كشعب واحد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا. نعم خواتي في الاستديو، مثل ما ذكرت لكم كان معاي اليوم الطبيب عبد اللطيف الخال، نائب رئيس الأطباء ورئيس التعليم الطبي، وتكلمت معاه عن الهدف من افتتاح هذا المركز والأجهزة الجديدة اللي يضمها هذا المركز وإيش ممكن يخفف العبء والضغط على المراكز الطوارئ في مستشفى حمل الطبي وفي مؤسسة حمل الطبي. هذا ما لدي اليوم من مركز الطوارئ والحوادث الجديد، نرجع لك في الاستديو. شكرا لك أخوي علي، والتقرير التالي يسلط الضوء على مركز الطوارئ والحوادث الجديد لنشاهد.
صرح طبي شامخ يشيد في قلب مؤسسة حمد الطبية، هذه المؤسسة العريقة التي خدمت أهل قطر عبر بناء أكبر المستشفيات وأحدثها. واليوم يشكل افتتاح مركز إصابات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام، والذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، إنجازاً مهماً في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر. إن افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد سيسهم إن شاء الله بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة على رعاية مرضى حالات الطوارئ، أكيد من خلال المرفق الموسع الذي يوظف أكثر أنواع التكنولوجيا تطوراً. ويعد هذا المرفق الجديد إضافة لإنجازات مؤسسة حمد الطبية وتميزها على مستوى الشرق الأوسط والعالم. خلال 10 سنوات الماضية قمنا بتوسيع نطاق الطاقة الاستيعابية بشكل مستمر للمؤسسة، كما حرصنا على تطوير جودة الرعاية التي نقدمها للسكان في دولة قطر. ومع افتتاح المركز الجديد لإصابات الحوادث والطوارئ إن شاء الله سيتم تعزيز القدرة على رعاية مرضى الحالات الطارئة بشكل كبير من خلال هذا المرفق. وبالإضافة إلى قسم الطوارئ الجديد والمتطور بهذا المبنى، يقدم المركز خدمات رعاية الإصابات والرعاية العاجلة والخطرة، كما خصصت منطقة مشتركة لاستقبال المرضى القادمين إلى مستشفى حمد العام بسيارات الإسعاف. ليس هذا فحسب، بل يمتاز المركز باحتوائه على وحدة المعالجة بالأكسجين تحت الضغط العالي، التي تضم 3 غرف حديثة تستوعب 18 شخصاً في آن واحد. وتوفر هذه الوحدة العلاج بالأكسجين للعديد من الحالات الصحية المختلفة. وفي المركز عدد من الأجهزة الطبية التشخيصية المتطورة المتاحة للجميع، كأجهزة الرنين المغناطيسي الأشعة فوق الصوتية، أجهزة التصوير المقطعي، والأشعة السينية. يقدم مركز الطوارئ والحوادث بيئة علاجية متقدمة، وهذه ما جاءت من فراغ بل بسبب جهود مستمرة سعيا خلف هذا المركز. يعتبر افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد إضافة نوعية إلى الخدمات الطبية المقدمة لجميع سكان قطر، والتي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال. ونحن جميعاً نعمل على مدار الساعة في خدمة المرضى. يعتبر مركز الطوارئ والحوادث مركزاً فعالاً يعمل على مدار الساعة ويستقبل جميع حالات الطوارئ. وتتميز غرف الحوادث بالإمكانيات العالية والمتطورة، بحيث يمكن للطبيب إجراء عملية جراحية للحالات الحرجة جداً لإنقاذ المصاب. يحتوي مركز الطوارئ على 4 طوابق تشمل على 256 سرير، ومنها 9 أسرة متخصصة للإنعاش القلبي. أيضاً في حال وصول عدد كبير من المصابين في آن واحد، يمكن توسعة وإيصال غرف الحوادث مع بعضها البعض لتقديم أفضل رعاية صحية متكاملة لإنقاذ المصابين. هذا الصرح الطبي المتطور الذي تبلغ مساحته 4 أضعاف مساحة قسم الطوارئ السابق، يتميز بأنه يحتوي على 248 غرفة للمرضى، 18 غرفة مخصصة للعزل، 7 غرف للأشعة السينية، 3 أجهزة للتصوير بالأشعة المقطعية،
4 غرف للتصوير بالأشعة فوق الصوتية، صيدلية روبوتية. سوف يشعر المريض بجودة هذه الخدمات منذ أن يخطو خطواته الأولى إلى داخل هذا المركز. نحن نفخر بأننا في مركز متقدم جداً في مجال الصحة على مستوى العالم، وفي سباق مستمر مع الدول المتطورة في مجال الرعاية الصحية. كل هذا بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وقيادة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري لهذا القطاع الهام. افتتاح مركز الطوارئ والحوادث يأتي كخطوة هامة من خطوات مؤسسة حمد الطبية في سبيل تأمين أفضل رعاية آمنة وراقية وفعالة لجميع المرضى الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة. مشاهدينا مستمعينا، من الصحة إلى فاصل قصير، ومن بعد نستكمل ما تبقى من الصباح رباح. لا تروحوا بعيد. يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. طبعا في موضوعنا الحوار الأول بنتكلم عن اقتراب الموسم طبعا الزراعي الجديد مع بداية تغيير الطقس وتحسين الأجواء، بداية تستدعي منا جميعا أن نلتفت إلى أهمية تخضير وتشجير بلادنا. ومن هذا المنطلق كانت مبادرة مستقبل أخضر لها دور كبير اللي انطلقت قبل عدة أشهر، واحدة من المبادرات الشبابية التي تسعى لتعميم ثقافة تشجير بلادنا. معنا اليوم صاحبة مبادرة مستقبل أخضر عايشة المعاضيد. صبحت الله بالخير أختي عايشة، وشلونكم؟ شلون الأجواء معاكم؟ يسعد لي صباحكم. الله يسلمك. بما أن أنت صاحبة مبادرة مستقبل أخضر، كلمينا شوي عن هالمبادرة الطيبة. طبعا المبادرة أنشأت في شهر 10 2018. كانت بداياتنا كنا شوي قاعدين نحاول ننشر الوعي بين الناس، سالفة شلون يحافظون على البيئة وكيف انه ممكن يزرعون الأشجار حتى لو من البيت. طبعا اول ايام حصلنا صعوبة ان الناس شلون تتقبل، طبعا التغيير صعب، او ان ننشر شيء جديد او الناس مش حبتها او ان تفكر ان لا هاي الشيء صح. بس حاليا اليوم بنكمل بعد شهر سنة، في تغيير جدا كبير وفي دعم من كل الجهات. تقبل الناس لهالفكرة طبعا. طبعا صار في تقبل بشكل مش يعني ما كنت اتصوره فعلا، يعني من اول ما بديت حسيت طبعا بالتحطيم ان انا ما راح اقدر انشر هالوعي اللي انا حابة اني اغير فيه في المجتمع القطري. بس يوم عن يوم افتخر باللي قاعد اقدمه، كوني انا عايشه اول فريق للمبادره، وايضا التعاون ما بين الافراد او المنظمات. يعني انت قلتي بدايه تفكيرك في هذه المبادره، خلينا نقول ايش معنى الاشجار اللي خلينا نقول وجهتك له تقومين بمبادره خاصه فيها؟ ليش الاشجار؟ في كثير من المبادرات ممكن ان انت تطرحينها. احنا مو بس متخصصين في الاشجار، احنا يعني حتى من مسمى المبادره مستقبل اخضر، ان قصدي بشكل عام يعني حتى احنا مثلا لما نروح نعطي ورش او نروح المدارس نحاول ان نركز حتى شلون احنا نحافظ على البيئه من تقليل استعمال البلاستيك او ايضا في الاكل الغذائي، اعاده التدوير. اي نعم، الاكل الصحي. صحيح. يعني مثل احنا ما نقول ان المستقبل الاخضر يعني مثل ما تقولين الطريقه الخضراء، مثل ما يسمونها طبعا الغرب عندهم جرين لايف، يسمونها الجرين لايف. صحيح، ان حاولنا ان نشمل كل شيء، بس من على حسب كل تخصص من اللي عندنا في فريق المبادره، منها ان يركز فيها اكثر. يعني انا تخصصي تمريض، عندي في الفريق اللي تخصصه هندسه، اللي
لها خص أكثر من مجال، ففي مجاله هو العلمي أو كوظيفته يبدع في هالمبادرة من طريق الدراسة اللي درسها. شيء جميل. زين تكلمينا عن التخصصات الموجودة عندكم. من بداية إنشاء المبادرة كان عندنا تخصص توهم بنات خريجين ثانوية، بعدين كان عندنا تخصص هندسة أكثر من فرع في التخصصة الهندسة عفوا، وتقضية، وطبعا أنا تمريض وبزنس اللي هي ريادة أعمال. فأكثر من تخصص ساعدنا نحاول أن نوصل للناس مختلفة أو المنظمات مختلفة. نعم. يعني حصلتي دعم من الجهات المختلفة اللي تكلمتي عنها؟ إيه نعم. إحنا أول بداياتنا يوم فكرنا بهالفكرة كنا تحت رعاية أيادي الخير نحو آسيا والتعليم فوق الجميع. كان في برنامج الإرشاد اللي هي القيادة، وإحنا كنا متلحقين في هذا البرنامج وإنشأنا المبادرة بهالكلام شهر 10. بعدين سوينا فعاليات، فأول فعالية كانت في نادي دحيل، كان الانطلاق الأول لأن كان في طبعا مقاهي بكثرة هناك، وطبعا كانوا يستعملون أعواد البلاستيك وأكوا بلاستيك، والناس ما عندها خلينا نقول نسبة وعي كفاية أنه مضر للبيئة ومضر لنا إحنا كإنسان. فحاولنا شوي شوي أن نروح حق الأماكن اللي فيها الناس تجمعات. أي تجمعات الناس حابة تزورها. شلون كان ردة فعل الناس؟ طبعاً إحنا من الراعيين الكافيهات الموجودين كانوا أول شيء ضد الفكرة. إحنا سوينا نفس الحاوية ورسمنا عليها رسمة، إحنا رسمناها سكتش، واللي رسموا عليها شباب قطريين رسموا عليها رسومات الحيوانات المضرة من الأعواد أو من البلاستيك بشكل عام، وحاولنا نرويهم بصورة لطيفة مع الألوان. فحبوا الفكرة الناس أكثر، صاروا يروحون يصورون، صاروا لأن إحنا حطينا هي طبعاً هم ينشرون. إيه بالضبط، هم كانوا أربعة انتشروا في أكثر من مقهى، يوم كل يوم تروح عند مقهى مختلف، طبعاً حاطين جنبها لوحة إن إحنا شنو وإن ليش أنت وإن أنت ليش بتسوي هالخطوة. شيء جميل. حلو جميل. ومن انطلاق هاي المبادرة شلون شفتي ثقافة الناس؟ شلون وعيها على تقبل الفكرة؟ بما أن يعني تخصصكم مو بس في انطلاق الموسم الزراعي، على أساس أن الناس تعرف أنه والله مستقبل أخضر بس خاص للتوجه الزراعي، شلون أنتوا قدرتوا تثقفون الناس بهالطريقة؟ يعني هل حطيتوا لكم الحاويات الموجودة مثلا قسمتوها على شكل ألوان؟ شنو كان النشاط العام لكم؟ احنا بدايتنا نفس ما ذكرت انها كانت الحاويات وانتشرت اكثر في نادي الأماكن في نادي لا اخترنا نادي دحيل، بس الحين صرنا نروح المدارس، صرنا نسوي جلسات نقاشيه اكثر، صرنا نستضيف ناس لها علاقه في البيئه بحيث انها تقدر تتناقش ويا الناس وتوصل فكره باحسن صوره. شيء جميل. زين لكن اذا جينا مع هذا الفصل والتشجير والزراعة، توجهكم في المجال الزراعي كيف من خلال هذه المبادرة؟ طبعاً خلال المبادرة نفس ما قلت مستأسمها مستقبل أخضر، فأكيد لها خص في الزراعة. نعم. قاعدين نحاول حالياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بحيث أن إحنا نقدر نتواصل مع المدارس بحيث يكون نقدر ننشر هالوعي أكثر مع الأطفال الفئة العمرية اللي هي الابتدائي أو الإعدادي، بحيث أن إحنا كل ما نشرناها للأصغر أكثر توصل الفكرة أكثر ما ننشرها بس للفئة العمرية. نعم. شيء جميل أنكم متفقين ويا وزارة التعليم والتعليم العالي. هل أيضا هذا الاتفاق شمل وزارة البلدية والبيئة؟ إحنا قاعدين حاليا نحاول أن نتواصل مع أكثر من وزارة لها علاقة بالمبادرة. جميل أن أنا أقوم بأنشطة الطلاب والطالبات مع وزارة البلدية والبيئة ويزورون مواقع ويتمون يعني يعملون على تشجير هذه المناطق، تكون أعمال لهم، يعني تكون ذكرى بعد حلوة، يجي طفل يقول ترى أنا رحت هني أنا زرعت هاي الزرع
في يوم من الأيام. هو شيء جميل. هو شيء حلو. حتى أنا رحت مصنع إعادة تدوير الورق، عندهم أساساً رحلات للمدارس أن الطالب يجي ويسوي إعادة تدوير للورقة، فهو بعدين يرجع البيت فيودي الورقة عند أمه وأبوه ويرويهم أن أنا سويت إعادة تدوير للورقة. ففي أماكن في الدولة تساعد على هذا، تنشر هالوعي، وساعدتنا إحنا كمبادرة. لكن يعني إذا نبي نتكلم، كنا نتكلم أنا وحصة قبل صراحة ما كنا موجودة، نتكلم عن التشجير واهتمام بالأشجار والنباتات أساسا، يعني خصوصا إحنا ما شاء الله فصل الصيف عندنا جدا حار. صحيح. فالنباتات والأشجار يبيلهم عناية بشكل خاص، فهل هناك جانب من هذه المبادرة يوعي الناس على هذا الاهتمام الكبير للأشجار والنباتات؟ احنا عندنا فريق غير فريق المبادرة، عندنا فريق ثاني نحاول نجمع الناس اللي مهتمة في البيئة بشكل عام. ففي نسبة منهم اللي هم أساساً قاعد يزرعون في بيتهم، لدرجة أن حتى الخضرة يكون زرعينها في البيت، ما يأخذون شيء من السوق. فمن هالأشخاص احنا قاعدين ناخذ خلينا نقول خبرتهم، وقاعدين نحاول نطبقها وتنقلونها حق الباقي. اختي عاش المعاضيد صاحبة مبادرة مستقبل أخضر، يعطيكم ألف عافية على تواجد اليوم معانا وعلى طرح هذه المبادرة، جزاك الله خير. أشكركم. يعطيك مشاهدينا ومستمعينا، والآن مع إنجاز آخر لدولتنا الحبيبة قطر، وهو دخول ميناء حمد موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بهذا الخصوص ننتقل إلى أخوي والزميل سلطان النعيمي المتواجد في وزارة المواصلات والاتصالات ليالينا بالتفاصيل. وصبحك الله بالخير يا سلطان. صبحك الله بالخير زميلتي نور، صبح عليك وعلى زميلتنا حصة الكواري ومشاهدينا ومستمعينا الكرام. متواجدين معاكم في وزارة المواصلات والاتصالات لتغطية تسليم سعادة الوزير السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات شهادة جينيس للأرقام القياسية لميناء حمد كأعمق حوض اصطناعي تم إنشائه على الأرض. للحديث أكثر والمزيد عن هذا الإنجاز يسعدنا أن يكون معنا السيد المهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد. صبحك الله بالخير مهندسنا. لو تقول لنا إيش يعني لك هذا الإنجاز؟ يعني إنه كوزارة مواصلات اتصالات ويعني الكثير في دولة قطر، إنجاز مهم، جائزة تم تحقيقها على مدى السنين اللي فاتت كلها بإنشاء مشروع ميناء حمد. هذا المشروع والصرح القومي اللي أثبت كفاءته في خلال الأيام الماضية، بالذات في عمليات دخول وخروج السفن، شيء مهم بالنسبة لنا هذا الإنجاز. نحن كان نتكلم على رقم قياسي لأول مرة يحصل، ولأول مرة هذا الحجم من المواني في العالم يكون بهذا العمق بناء على الأرض بهذا الحجم من المواني العالمية. لو تحدثنا عن تفاصيل هذا الحوض. حوض كبير تم من البداية، يعني رجعنا شوية في التاريخ وراء أيام التصميم والنقاشات مع المقاولين والاستشاريين، أوكي بناء الموانئ دائما والعادة الموانئ تبنى في البحر. احنا يانا يومها كان التفكير في شيء مختلف يخدم الزمن ويخدم في نفس الوقت القطاع التشغيلي. هني بدت الفكرة ان يتم بناء الحوض في الأرض. زين بعدها كان في تفكير ثاني، اوكي بعد استخراج هذه المواد من الارض شو نسوي فيها؟ هني كان التحدي الاصعب والاصعب اللي هو اعاده استخدام جميع هذه المواد بحيث ان يتم تسويه ميناء حمد الاراضي المحيطه. اذا في الحاله هذه اصبح اهداف بهدف واحد رئيسي، اهداف الا وهي بناء الميناء بهذا الحجم الكبير، الهدف الثاني استخراج هذه المواد واعاده ترميم وتسوية أراضي المحيطة حول ميناء حمد، وفي كان هدف ثالث بعد مشترك مع الجهات الخارجية في الدولة ألا وهو استخدام هذه المواد في مشاريع ثانية في الدولة، طريق مسعيد، الطرق الخارجية، بعض المشاريع اللي تم استخدام هذه المواد اللي كانت ناتجة من ميناء حمد. إذن أهداف كثيرة في هدف واحد مشترك كان يخدم القطاع التشغيلي وقطاع الموانئ. المهندس نبيل، قل لنا عن أهم الإنجازات لميناء حمد منذ افتتاحه في سنة 2017 إلى اليوم. أنت عارف يعني ميناء حمد تم التشغيل الكامل في ديسمبر 2016. هني سؤال كان يطرح نفسه، أنت أوكي إحنا مدام إحنا شغلنا الميناء من ديسمبر ليش جائزة اليوم؟ ليش بعد سنتين ثلاثة؟ دائما في أهداف تبنى أو في أهداف يتم طرحها
بس تكون عديمة الفائدة أو تكون ما تحقق الهدف المرجو. إحنا صبرنا خلال هالسنتين الثلاثة عشان نثبت للعالم كله أن هذا الميناء الكبير اللي تم إنشاءه على الأرض حقق الهدف وبكفاءة تشغيلية عالية جدا. اليوم إنجازات ميناء حمد الكل يعرفها. بداية أول ما بدينا المشروع كنا قاعد نتكلم على 40,000 حاوية متوسط، إحنا اليوم قاعد نتكلم على 150,000 حاوية. ميناء حمد حقق 3 مليون حاوية في فترة زمنية بسيطة جدا قليلة مقارنة بالموانئ الثانية. ميناء حمد كسر الحصار بشكل كبير جدا بحيث أنه أصبح المنفذ الرئيسي لدولة قطر باستقطاب وتصدير واستيراد المواد إلى دولة قطر. هني أهداف وايد حقق الميناء، أهداف نحن نعتبرها إنجازات، إنجازات مشتركة قطاع حكومي مع القطاع الخاص بحيث أن يحققون الهدف الواحد إلى وهو رؤية قطر 2030. ميناء حمد يعد من أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، كيف ساهم أو كيف استطاع أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني؟ نقلته كانت مهمة جدا إلى وهي تحقيق خدمات للمستخدمين. كيف إحنا هني كنا قاعد نتكلم، كان قبل ميناء حمد كانت يتم استخدام الموانئ الوسيطة، الموانئ الوسيطة اللي هو هي خلينا نقول البضائع كانت تجي لأحد الموانئ العالم الموانئ المجاورة وبعد كذا يتم استيرادها إلى ميناء قطر الموانئ القطرية. ميناء حمد مجرد افتتاحه كسر الحاجز هذا، أصبح اليوم لا توجد ميناء موانئ وسيطة بشكل مباشر من الدولة اللي هي مصدرة إلى الدولة المستقبلة اللي هي قطر. هني تقلل التكلفة في نفس الوقت الفترة الزمنية بعد أصبحت بسيطة وقليلة، أصبحت العامل الزمن مهم جدا بالنسبة للتجار وبالنسبة للمستخدمين للمواني أو بالنسبة للمصدرين والمستوردين للبضائع. هني كان يهمهم هالشيء هذا، ليش؟ لأنه هو يخدمه أن البضاعة تجي تسلم فترة زمنية بسيطة وفي نفس الوقت لما يبتدي يصدر في فترة زمنية بسيطة على أساس أنه شنو المستقبل هناك في الجهة الثانية أنه يستقبلها. أهداف كثيرة بصراحة لا تعد ولا تحصى، طبعا غير العائد المادي غير الأمور الثانية التشغيلية الفترات الزمنية اللي كانت يتم بقائها في داخل البضاعة يتم بقائها داخل المواني. أصبح ميناء حمد رقم قياسي، البضاعة مجرد أن وصولها ممكن للتاجر في نفس اليوم، وإحنا ما نتكلم يومين ثلاثة، لا في نفس اليوم إذا هو عنده استعداد أنه يأخذ بضاعته وتكون خارج الميناء بتكون موجودة. إجراءات كثيرة كانت بسيطة موجودة في ميناء حمد. اليوم أصبح عندنا محطات مستقلة وهذا الشيء نادر، تكون عندك محطة حاويات بشكل مستقل، مناطق ثانية محطة بضائع عامة، محطة سفن السيارات، محطة سفن إمداد، هذا الشيء يخدم جميع القطاعات اللي موجودة. أصبح في الحالة هذه أنت عندك ميناء مشترك يخدم جميع الفئات اللي موجودة في الدولة وخارج الدولة. شكرا لك، حياكم الله وأهلا وسهلا. الله يحييك. ناس ما تشوفون أعزائي المشاهدين، كان معي المهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد. بصراحة من إنجاز إلى إنجاز، ميناء حمد يبهرنا، ميناء حمد يستقبل الكثير من الحاويات، الطاقة الاستيعابية عنده كبيرة جدا، فوق 3 مليون حاوية وصلوها في رقم قياسي، وعلى مدى ويستقبل 150 ألف حاوية في فترة بسيطة، وبعد قليل إن شاء الله راح يستلم سعادة الوزير جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن إنجاز إلى إنجاز دولتنا الحبيبة قطر. هذا ما لدي ونرجع لكم للاستوديو. يعطيك العافية أخوي سلطان النعيمي على هذا النقل، حصة يعني شفنا إنجاز اليوم صراحة يضاف لإنجازات دولتنا الحبيبة قطر، دخول ميناء حمد موسوعة جينيس، وأيضا عندنا افتتاح طوارئ الحوادث صحيح، وأيضا عندنا حفل على ما أعتقد. أيوة أكيد حفل تخرج دفعة جديدة من منتسبي مركز الشفلح، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا.
يا هلا ومرحبا بكم من جديد. من بعد الفاصل فقرتنا الصحية لهذا اليوم تتعلق بمركز دعم الصحة السلوكية الذي صدر قرار تأسيسه في 27 من مارس لعام 2014. صحيح يا حصة، وحرص المركز على الإسهام في حماية أجيال المستقبل وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتسعى إدارته إلى تمكين مجتمع خالي من الانحرافات السلوكية، ويتمتع أفراده بالثقة بالنفس والقيم والسلوك الإيجابي. هالفقرة تصحبنا في جولة داخل أروقة هذا المركز، نتابع مع بعض. نحن هنا في مركز دعم الصحة السلوكية الذي تأسس منذ 4 سنوات تقريبا. طبعا من اسمه واضح، مركز دعم الصحة السلوكية، أي أنه يعتني بالأمور السلوكية سواء عند الأطفال أو عند الراشدين. طبعا هو مركز خاص ذو نفع عام، فيه إدارات متعددة. الإدارة التي أشغلها هي إدارة الخدمات العلاجية والتأهيلية. طبعا عملنا في العيادات هي في الفترة الصباحية، أضفنا من فترة قريبة العيادات المسائية. بعد استقبال متلقي الخدمة نقوم بالتشخيص المناسب بحسب ما يصف من المشكلة، أو الأسرة أحيانا تصف لنا المشكلة، نضع التشخيص المناسب ثم نضع الخطة العلاجية، وأؤكد على السرية والخصوصية الكاملة. طبعا لدينا فريق علاجي فيه الأطباء النفسيين، فيه الأخصائيين النفسيين، فيه الأخصائي الاجتماعي، فيه الأخصائي العلاج بالعمل كما يسمى، وفيه التمريض. فهذا الفريق نتعاون مع بعضنا في فهم طبيعة المشكلة ومن ثم وضع الخطة العلاجية وتنفيذها. طبعا تلاحظون ربما من خلال الصور أن العيادات الخارجية غير تقليدية، يعني ورحنا راعينا أثناء التصميم أمور كثيرة، منها الألوان بحيث أنها تكون مريحة للإنسان، حتى الجدران ليس هناك زاويات حادة وإنما زاويات انسيابية كما تسمى، هذا يساعد الإنسان على الراحة. الغرف العيادات ليست مكاتب كما في العيادات العادية، وإنما تجلس وكأنك جالس في غرفة الأسرة، غرفة الجلوس في البيت، بحيث أنه الحالة والأسرة يرتاحوا من الجلوس والحديث مع المعالج. مركز دعم الصحة السلوكية هو مركز يقدم خدمات نفع عام للمجتمع. هذه الخدمات اللي قاعد يقدمها اللي هي خدمات للانحرافات السلوكية بشكل عام، يقدمها بسرية تامة. هذا المركز يعني يتكون من 3 إدارات، طبعا أهم إدارتين فيه اللي هي إدارة العلاج وإدارة التوعية المجتمعية. طبعا هذا المركز رؤيته يقدم هذه الخدمات من أجل الرقي بالمجتمع وتدريب قدرات الشباب على التغلب على الانحرافات السلوكية قبل اللي هي الوقاية، وأيضا لما يقعون في هذه المشكلة أساليب وطرق علاجها، وأيضا بعدها اللي هي البرامج العلاجية اللاحقة. هذا المركز طبعا يهتم بالشباب النشئ، ويهتم أيضا بالطفولة المبكرة أو الطفولة المتأخرة أيضا لأي مشكلات سلوكية، ويقدمها بشكل عام وقاية وأيضا علاج ومتابعة بعد البرامج العلاجية. طبعا عندنا الإدارة العلاجية تقوم على يعني وثيقة سرية في المجتمع، تقديم هذا البرامج العلاجية بشكل سري، حتى أن المبنى مصمم بطريقة سرية، يستطيع الشخص أنه لما يحضر المركز ما عنده أي مشكلة في أنه يكون قاعة الانتظار ما يشوف أي حالة ثانية، وما تكون هذه الحالات تتصادم مع بعضها البعض، غير أن السرية تامة حتى بالفريق العلاجي. ننتقل إلى الإدارة التوعوية. طبعا الإدارة التوعوية هي إدارة متخصصة في شيئين مهمين، هذول الشيئين اللي هي توعية المجتمع، عمل محاضرات ومؤتمرات وندوات للمجتمع لتوعيتهم، أيضا دعم الباحثين في هذا المجال لتقوية هذا الجانب من ناحية العلاج النفسي، ومن ناحية أيضا الأخصائيين الاجتماعيين اللي هم يكونون يبحثون في قضايا الأسرة ووضع
وضع البرامج الأسرية العلاجية. طبعا عندنا الجانب الآخر اللي هو الجانب التدريبي. الجانب التدريبي هذا من أهم البرامج اللي نستخدمها في تدريب الأخصائيين النفسيين في مراحل التعليم العام، أو حتى الأخصائيين النفسيين في الخدمات العامة سواء في الطب النفسي أو في أي مراكز أخرى لتقويتهم من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج، سواء باستخدام المقاييس والاختبارات المقننة على البيئة القطرية. طبعا بشكل عام هذا المركز يقدم خدماته لجميع شرائح المجتمع، سواء من الجانب الأسري أو الجانب الفردي أو حتى في الجوانب الأخرى اللي ممكن يحتاجها الفرد داخل المجتمع. مشاهدينا ومستمعينا، من مركز دعم الصحة السلوكية نتوجه إلى مركز الشفلح وحفل تخريج مع أختي حنان بلان. صبحت الله بالخير يا حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين قناة ريان، وصبح على زميلاتي اللي معاكم متواجدين في استديو الصباح رباح. مشاهدين اليوم أنا معاكم في مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحتفل المركز بتخريج دفعة جديدة 2019 من منتسبين المركز. طبعا لتفاصيل أكثر راح تعطينيها ضيفتي عايدة عمر الشراوي، رئيس قسم التنفيذ والمتابعة في إدارة التوعية المجتمعية. صبحت الله بالخير أستاذة عايدة. في البداية لو نعرف مشاهدينا أكثر عن حفل خريجين 2019. لله الحمد، اليوم طبعا عندنا تخريج لمنتسبي مركز الشفلح الدفعة 2019. خريجين اليوم محتفلين أيضا بهذا اليوم المميز من إدارة المركز وأولياء الأمور وأيضا جميع المختصين والعاملين، أن يحتفلون مع أبنائنا منتسبي مركز الشفلح بهذه الدفعة المتميزة لخريجين عام 2019. طيب أستاذ عايدة، لو نتكلم أكثر عن البرنامج اللي منظمة المركز اليوم في حفل الخريجين. طبعا اليوم مثل ما أنتم شايفين أن يعني كل سنة عندنا ما يقارب مجموعة من منتسبين يتم تخريجهم من بعد التدريب والتأهيل اللي يتلقونه من بداية أيضا دخولهم في مركز الشفلح. واليوم طبعا الفوج اللي احنا خرجناهم مؤهلين للعمل في سوق العمل إن شاء الله، وأيضا أنهم يكونون دور يعني منتجين ويكونوا منتجين لوطنهم ومجتمعهم القطري، وخاصة أن إدارة المركز دائما تسعى ان تواجد جميع الخدمات والبرامج التأهيلية والعلاجية اللي بالفعل تعزز من قدراتهم وامكانياتهم ويكونوا مستقلين بذاتهم ويقدرون ايضا في تشغيلهم وتوظيفهم، وهذا حق من حقوقهم ودعم لحقوقهم ايضا الاشخاص ذوي الاعاقة في دولة قطر. والشفلح اكيد على نصب عينها ادارة المركز دائما تنظر لابعاد ان هي بالفعل تهتم بابنائها المنتسبين ويكون لهم فعلا بصمة حقيقية في تمكينهم، وهذا الجانب الأساسي في تمكين وإدماجهم في المجتمع. طيب بالنسبة حق العدد اللي تخرجوا اليوم، لو نذكر بعض الأعداد أو بعض الخريجين اللي متواجدين اليوم. أكيد مثل ما أنتم شايفين صورهم ومثل ما أنتم شايفين تفاعل الجميع والجمهور وأيضا أولياء أمورنا والمختصين وأيضا ضيوفنا اللي مشرفيننا في مركزنا، طبعا بيتهم الثاني مركز الشفلح. عدد خريجيننا 28 خلال هذا العام. طبعا ومثل ما تفضلت وقلت من البداية أن يتم أيضا دخولهم منذ سنوات مبكرة، يعني من عمر 3 سنوات لحين ما يوصلون 21 سنة يكونون فعلا خذوا من البرامج التأهيلية والعلاجية ويكونون بالفعل قادرين. يعني مجموعة أيضا حاليا في طور أنهم يشوفون لهم أماكن للتوظيف والتشغيل حسب قدراتهم. وأكيد يعني ما ننسى دور الأهل ودور الأسرة، أكيد لهم دور مهم في نقول دراستهم، تحفيزهم، تشجيعهم. لو نتكلم عن هالدور أستاذ عايدة. أكيد الأسر يعني يعتبرون طبعا هم الشراكة الحقيقية، يعني أولياء أمور المركز منتسبين الأعزاء هم الشراكة الحقيقيين في تواجدهم مع إدارة المركز مع المختصين. واليوم بالفعل
تواجدهم وحضورهم ودعم وتفعيلهم في تكريم أيضا لهم، وهذه أحد الأهداف اللي إحنا نسعى لها أن إحنا نرفع من مستوى الوعي وأيضا نكون داعمين لهم ومشاركين وفعالين. فاليوم تكريم إدارة المركز للأسر الفعالة والأسر الفاعلة أيضا مع أبنائها هذا شيء طيب ومثمر، ويعني في تكملة مسيرة هذا النجاح اللي هم قدموه لأبنائهم بتواصلهم ومشاركتهم مع إدارة المركز وجميع المختصين اللي يتعاملون مع أبنائهم. وشان شفتوا تفاعل الأهل والمدرسين بعد ما ننسى دورهم اللي تعبوا بعد واجتهدوا يعني طلعوا نقول هالجيل الحلو؟ أكيد طبعا مثل ما تفضلت قلت لك من البداية عزيزتي إن منذ بدء دخولهم من سن 3 سنوات هذه السنوات المبكرة في التدخل والعلاج والتأهيل، كل المختصين وجميع العاملين معلمين معلمات معالجين أخصائيين أطباء يعني من الإدارة العليا من الإدارات الخدمية عندنا كلهم فعلا كانوا يقومون بعمل جبار، فريق عمل متكامل لين ما وصل هذا المنتسب إلى هذا اليوم، اليوم المميز اللي نحتفل فيه بخريجين فعلا أبنائنا دائما احنا فخورين فيهم من ذوي الإعاقة، وإن شاء الله يكون لهم بصمة حقيقية في مجتمعهم ويقدمون من قدرات اللي هم تتميزون فيها، واللي فعلا مسيرة هذا النجاح العام يعني وصلوا عمر 21 عام حاليا وهم الحين متواجدين بينكم، وما شاء الله صورهم أيضا مليئة في هذه القاعة والقاعة اللي فيها الاحتفال اليوم بخريجينا. الله يوفقهم ويعطيك ألف عافية أستاذة عايدة عمر الشراوي رئيس قسم التنفيذ والمتابعة في إدارة التوعية المجتمعية، يعطيك ألف عافية وكل التوفيق حق طلابنا سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كانوا عاديين. فمشاهدينا كل اللي كان عندي في مركز الشفلح، نرجع لكم استديو الصباح الراحة. شكرا أختي حنان، يعطيك ألف عافية على هذا النقل وألف مبروك لجميع خريجي مركز الشفلح. وإلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الصباح الصباح. لأي استفسار أو اقتراح يشرفنا ويسعدنا تواصلكم معنا عبر المواقع الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة، وفمان الله، مع السلامة. Thank you.